شكرا لميس، صباح الخير وإلى موجز أخبار صباح البلد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، مؤكدا أنه لا صحة لوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن. وشدد المركز على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلن على أحد معاشاته باعتباره استحقاقا قانونيا لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه، مشيرا إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023 لتصل إلى 93 مليون جنيه مقارنة ب 81 مليون جنيه عام 2021-2022. تنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة دور ثاني، حيث يؤدي قرابة 158 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني بمادتي اللغة العربية والدين. هذا وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة بابل تشيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد. تتواصل اليوم أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، وذلك بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، وتستمر حتى الاثنين المقبل، وتستقبل 269 ألفاً وعدد 2 طالب بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%. تبدأ وزارة الأوقاف اليوم توزيع الدفعة الخامسة من اللحوم بواقع 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام. تواصل وزارة الداخلية اليوم فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022. هذا وتعد مبادرات كلنا واحد من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. رياضيا، يلتقي في 6:30 مساء فريق الاتحاد السكندري مع نظيره البنك الأهلي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز. هذا ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع ضمن ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة. نهاية الموجز، عودة للميس روجاتي.